الحمد لله، الحمد لله مانح الأعلاق، والحمد لله فاتح الأغلاق، والحمد لله الذي أنزل كتابه على 7 أحرف وسعت وجوه الإنطاق، بأيسر الألسن وأفصحها على الإطلاق. هذا ونصلي ونسلم على سيدنا محمد الأجود بالخير من ثقال السحاب، وآية الاهتداء إلى كل ما حل وطاب، سليل أطهر الأصلاب وجليل أشرف الأنجاب، مطلق الخيرية في من تعلم وعلم الكتاب، وعلى آله الأطهار وسائر الأصحاب ومن ترسم هداهم إلى يوم الحساب. وبعد، فإننا وقفنا في المحاضرة السابقة عند قول الله تعالى: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ووقفنا على خلف خلاد، وقلنا بأن لخلاد ماذا؟ له كم من وجه؟ أربعة أوجه في الصراط وصراط. الوجه الأول إشمام الحرف الأول في الفاتحة، الوجه الثاني إشمام الأول والثاني، والوجه الثالث إجمام المعرف بأل مطلقا في سائر القرآن وفي جملته، والوجه الرابع عدم الإشمام مطلقا، يقرأ بمحض الصاد. ونحن الآن نأخذ الآن بماذا؟ بعدم الإشمام في صراط، وسنتبين بإذن الله تعالى ما يترتب على ذلك من الأوجه عند التحرير. إذا فلنقرأ. الوجه الأول الوصل، أليس كذلك؟ على تحقيق الهمز في ألف لام ميم. ابدأ. صراط الذين أنعمت عليهم، وأنتم عرفتم الذين يقرؤون عليهم، قرأنا هذا في الحصة الماضية، أليس كذلك؟ من الذي يقرأ عليهم بالضم؟ حمزة. أليس كذلك؟ ماذا يقول الإمام الشاطبي؟ عليهم حمزة ولديهم جميعا بضم الهاء وقفا وموصلا. بسم الله. صراط الذين أنعمت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألف لام ميم. رضي الله عنك وأحسن إليك. الآن أخذنا وجه ماذا؟ الوصل على تحقيق الهمز في ألف لام ميم. الوجه الثاني نقرأ بالوصل أيضا، لكن على تسهيل الهمز في ألف لام ميم. اقرأ من غير المغضوب عليهم حتى لا نطيل عليك. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألف لام ميم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألف لام ميم. هكذا أعيده. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألف لام ميم. أعانكم الله. الآن نأخذ بوجه ماذا؟ قرأنا له وجهين. الآن نأخذ وجه التكبير، والتكبير لا يأتي إلا على البسملة، لا نكبر بغير بسملة. فعل هذا بعض المشايخ كالمنصوري رحمة الله عليه ورضي عنه عن شيخه سلطان المزاحي، كبروا أو كبرا من غير بسملة، ولا نص على ذلك،
ونحن نأخذ كما يأخذ القوم، فنكبر على البسملة، لأن التكبير يكون على ماذا؟ على البسملة. واضح هذا؟ سأفصل لكم القول في هذا تفصيلا جيدا إن شاء الله في الشرح. إذن بسم الله نقرأ على القطع أولا، نقف عند الضالين، ونقف على التكبير، ونقف على البسملة إلى آخره، ونبدأ ألف لام. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسنت، أعيد هذا الوجه جمع. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسنتم. الوجه الذي يليه نقف على ولا الضالين، ونقف على التكبير أيضا، ونجمع البسملة بأول الصورة. اقرأ. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسنتم. تعيدونه؟ اقرأوا. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الوجه الذي يليه نقول ماذا؟ ولا الضالين. الله أكبر. فنبدل الهمزة واوا، ونقف ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم، أليس كذلك؟ بسم الله اقرأ. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والله أكبر. الله أكبر. غير ما أجمل واوك هذه. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام. قف. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أعيد الوجه. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام
أعيدي هذا الوجه. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسنت. الوجه الذي يليه. ولا الضالين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. يلف لام. هذه المرة بالإبدال، بالإبدال المحض، بإبدال هياء خالصة. بسم الله الرحمن الرحيم. يلف لام. اقرأي. غير المغضوب عليهم ولا عليهم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هكذا. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر. الله أكبر من دون قلقلة للراء. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. يلف لام ميم. أحسنتي. أنا أحكي لكم طرفة حتى نخرج من جو المعقول قليلا. أحد المشايخ المصريين الكبار كان أحد طلبته أو أحد المشايخ معه يقرئ البنات فتيات، وكانت إحدى الفتيات لا تستطيع، لا يستقيم على لسانها ما في الضاد من وساعة ورحابة، فكانت تقول عليهم ولا الدالين، والشيخ يقول لها ولا الضالين، فتقول هي عليهم ولا الدالين، بنت صغيرة لا تستطيع ذلك، فيقول الشيخ ويصر عليها ولا الضالين، هكذا بقيا هكذا انحصر في هذا بين ضلال ودلال. فقال له الشيخ للمقرئ يا ابني ما تخليك في ضلالك وتخلي البنت في دلالها. فقط هذا بالمناسبة. أحسنت رضي الله عنك. أعيدي لنا هذا الوجه. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. يلف لام ميم. أحسنت رضي الله عنك. أعيد هذا الوجه. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. يلف لام ميم. أحسنت. الآن نقرأ بوجه ماذا؟ نقول ولا الضالين ونقف ونقول الله أكبر على التحقيق. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم ونقف، أليس كذلك؟ نقول الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم، نجمعها معها، نقطعهما عن الأول وعن الأخير، ثم نقول ألف لام ميم. اقرأي. غير المغضوب عليهم. عليهم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
الله أكبر. لا، صلها مع البسملة. الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم. جميل. ألف لام ميم. أحسنت، أعيد هذا الوجه. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الوجه الذي يليه نقول ولا الضالين، الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم. جميل. هكذا من دون تغيير في الهمز. أين القراء؟ اقرأ أنت. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم. كان مشايخنا رحمة الله عليهم ورضي عنهم إذا كنا نقرأ يأمروننا بأن نمد من دون ترعيد في الصوت. أنا أعطيكم ما أخذته. ألف لا انتهى. أعيد لي ألف لام ميم. ألف لا. حينما نتمهر ونمهر بإذن الله نفعل ما نشاء، نلعب بأصواتنا كما نشاء حينما نكون من المهارة بإذن الله تعالى، وستكونون كذلك. ألف لام ميم. هذا أروع شيء. هكذا. أعيد هذا الوجه. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف الوجه الذي يليه هو الوجه نفسه لكن بإبدال همز ألف لام ميم ياء. فنقول الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام. اقرأ. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم. أحسنت، أعيد هذا الوجه. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر، بسم الله أكبر، بسمي الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم. أحسنت، اعطي صاحبك. غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر،
أكبر بسم الله الرحمن. الله أكبر، حقق الهمز. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام بالإبدال. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم. أحسنت، رضي الله عنك، مرحبا بك. اقرأوا، أعيدوا هذا الوجه. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم يا تعلموا أن تقرأوا بصوت واحد، لأننا بإذن الله تعالى سنسجل لكم ختمة بهذا الصوت الجماعي بالقراءة هكذا كلها. أعد هذا الوجه. كم وصلنا الآن من الوجوه؟ لا أبدا، تسعة. أحسنت، رضي الله عنك. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم. أعيد ألف لام ميم ومدها مدا. ألف لام. هل تستطيع أن تقرأ من الله أكبر؟ نعم. اجمع نفسك. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم. أعانك الله. الوجه الذي يلي أن نصل بين آخر السورة والتكبير والبسملة وألف لام ميم. من الذي يقرأ؟ تقرأ؟ بسم الله. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله. رضي الله عنك وأحسن إليك وأعانك وتقبل منك ونفعنا بك وببركتك. أرأيتم؟ هذا فيه موعظة لكل من يترك العلم، وهو من أشد الناس حرصا على العلم. بسم الله اقرأ. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر بسم الله. الله المستعان، يجب أن تكتري نفسا إن شاء الله في الحلقة القادمة. قل ولا الضالين. ولا الضالين. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام. من 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 غيري؟ من غير إبدال، من غير إبدال. قول بسم الله على نية الوصل. قل بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم. أحسنت، أعيدي هذا الوجه. سنختار لك مقطعا قصيرا إن شاء الله.
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ما شاء الله، أحسنت. أعيدي من ولا الضالين تيسيرا. ولا الضالين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أعيد هذا الوجه. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسنت. ما الذي بقي؟ بقي لنا أن نجمع كل شيء على إبدال همز ألف لام ميم. هو نفسه أو الوجه نفسه الذي قرأنا به الآن، لكن على إبدال همز ألف لام. اقرأ. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر. لا نسكت. غير المغضوب. قل ولا الضالين. أحسن. ولا الضالين. الله أكبر. نريد الآن أن نجمع. قل ولا الضالين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ألف لام ميم. ولا الضالين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. بسم الله. قل الله. صلها، لا نريد القطع الآن. وصلك الله بخير وبعافية. آمين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الحمد لله على سلامتك. هذه الأوجه هي تخييرية، والتحرير على البسملة هو من الخلاف الجائز، فإن شاء الله نأخذه مرة حتى لا نعيده مرة أخرى، أو في كل سورة نأخذه وجها، أليس كذلك؟ حتى لا نترك شيئا مما قرئ. أما الكلام على التكبير فسيأتينا بإذن الله محررا. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر. لا تقف. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام. على إبدالها ياء. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسنت. تقرأ. اقرأ. ولا الضالين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام. الرحيم. يلف. بسم الله الرحمن الرحيم. يلف لام ميم. أحسنت. اقرأ. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسنت. تعود. تعود على إن شاء الله ستتعود. أعيد هذا الوجه. أحسنت. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسنتم. ما الذي بقي؟ أنهينا.
ها؟ إذن نردف بمن؟ نردف الآن بقنبل رضي الله عنك من طريق ابن مجاهد. هو كما تقدم له ثلاثة البسملة وخمسة التكبير أيضا. اقرأ. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. هذا الوجه الأول قطع الجميع. الوجه الثاني أو الذي يليه على وجه البسملة أيضا قطع الضالين آخر السورة وجمع البسملة بأول السورة. بسم الله. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله. أطولت الوقوف؟ أطولت الصدود والوقوف أيضا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. نعم. الوجه الذي يليه ها التكبير قطع الجميع على التكبير. اقرأ. صراط الذين أنعمت عليهم. أنعمت. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا غير المغضوب علي هكذا غير المغضوب عليهم. لا تفخم العين. غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم هكذا. انظر بعين مغربية. غير المغضوب عليهم أبدا. غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أعيد هذه الأوجه التي مرت. كم مر معنا من وجه؟ ثلاثة. يقرأوا من الأول. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اقرأ. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ألف لام ميم.
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ألف لام ميم. أعانكم الله ورضي عنكم، وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى.